السلام عليكم واهلا بكم في حصاد الاخبار من قناة بلدنا، والبداية بالعناوين. وزيرة الخارجية مريم الصادق تقول هناك تقديرات تتحدث عن وجود 10 ملايين لاجئ داخل السودان. مؤتمر عاجل لإعادة صياغة المنهج ديسمبر القادم. منو أركو مناوي الانقلاب العسكري سيعيد البلاد إلى مرحلة الموت. غرفة النقل بالبحر الأحمر تكدس 200 باخرة بسواحل شرق السودان. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال أمين حركة العدل والمساواة سليمان صندل أن لأهل شرق السودان عدالة، والثورة قامت من أجل إزالة التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكتب صندل على صفحته في الفيسبوك أن على الحكومة الانتقالية مواجهة القضايا والمطالب بشجاعة وطرح حلول سياسية بعيدة عن المزايدات والنعوت التي لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن أهل الشرق لديهم وعي بأهمية حركة الصادر والوارد للشعب السوداني، وأنهم فقط بحاجة لمن يسمع إليهم ويناقش مطالبهم بموضوعية. قالت وزيرة الخارجية أن هناك تقديرات تتحدث عن وجود 10 ملايين من اللاجئين يعيشون داخل السودان. وأكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق في التنوير الإعلامي الذي عقدته بمبنى الخارجية أن المجتمع الدولي لم يفي سوى 30% فقط من التزاماته للسودان بشأن اللاجئين. أقرت وزارة التربية والتعليم العام بأن مشكلة النقص في الكتاب المدرسي ستكون قائمة لمدة شهرين حتى يتم استلام الإعداد المطلوب من الكتاب المدرسي من قبل المطابع. وقال مدير الشؤون الإدارية بالوزارة معز فيصل الشيخ بحسب صحيفة الصيحة إن وزارته سلمت المحليتين بولاية الخرطوم كتب الصفوف من الفصل الثالث وحتى الخامس على أن تكتمل تسليم بقية الكتب، وتوقع الشيخ حل مشكلة 50 المتبقية خلال الشهر. ومن جهته قال القيادي بالحرية والتغيير ساطع الحاج إن دعوات البعض بتدخل رئيس مجلس السيادة البرهان لحل الحكومة وفقا للوثيقة الدستورية غير قانونية. وقال ساطع بحسب صحيفة الانتباه أن البرهان لا يمتلك أي صلاحية دستورية تحول له حل الحكومة حال شاعت الفوضى بالبلاد، ونفى وجود مادة بالوثيقة تنص على هذا التدخل في حالة الفوضى، مؤكدا بأن حل المشاكل يكون عبر الشراكة بين المدنيين والعسكريين. إلى ذلك حددت وزارة التربية والتعليم ديسمبر المقبل موعدا لقيام مؤتمر عام لإعادة صياغة المناهج الدراسية. من جهته أعلن مدير إدارة المالية والشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم معز فيصل لصحيفة اليوم التالي رجاء فتح المدارس في بعض الولايات وفقا لظروفها الخاصة حتى 3 أكتوبر المقبل. ومن جهة أعلنت شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم تحديد قيمة 50 جنيها لترحيل الطلاب من وإلى مدارسهم لكل الخطوط. كما أعلنت الشركة عن جدول لترحيل الطلاب بولاية الخرطوم، وأكدت أنها تعمل بكل جهدها لتقديم خدماتها من أجل ترحيل الطلاب من وإلى مدارسهم. زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان سلاح المدرعات بمعسكر الشجرة، وحيى الضباط والجنود على حكمتهم في التعامل مع الأحداث. وقال البرهان أنه لم تثبت حتى الآن صلة الجماعة الانقلابية الفاشلة في السودان بأي جهة، ودعا البرهان إلى عودة القوى السياسية في السودان وتعاونها لمواجهة المخاطر. ومن جهته قال حاكم إقليم دارفور بني أركو مناوي إن أي محاولة انقلابية ستعيد البلاد إلى مرحلة موت الأمل. وعلى وقع المحاولة الانقلابية أطلق مناوي تغريدة له على تويتر وصف فيها مرحلة الانقلابات بأنها قد تم تجاوزها بفضل ثورة ديسمبر على حد تعبيره. وطلب مناوي الجميع بفتح صدورهم ورعاية مبادرة وطنية واسعة تنطلق من التحول الديمقراطي. وإلى ذلك قرر المدير التنفيذي لغرفة النقل بولاية البحر الأحمر وليد عوض بوجود شلل تام في حركة نقل البضائع، كاشفا عن تكدس عدد كبير من الشاحنات والبواخر التي تحمل أنواعا من السلع المهمة. وكشف عوض لموقع النورس نيوز أن جملة البواخر التي تنتظر إجراءات التخليص تصل إلى 200 باخرة تحمل سمادا وعددا من الأدوية والجازولين والقمح بما فيه قمح المعونة الأمريكية. أجاز الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء في السودان موازنة الدولة المعدلة لعام 2021. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم في تصريح صحفي أن الموازنة المعدلة سبق أن تم اعتمادها هذا العام، ولكن الضرورة اقتضت تعديلها بعد التغيير الذي طرى على سعر الصرف فضلا عن التعديلات التي حدثت في الأسعار.
وبهذا القدر يكون وصلنا بكم لختام هذا الحصاد الإخباري من قناة بلدنا. كنت معكم في هذه الفترة بشير البر، حتى نلتقي، دمتم في أمان الله.